الفنان هاوتا أسعد لا يقبل بأن تمر عليه حرب إلا ويكون له موقفه الفني منها. غزة الصامدة هو عنوان أغنيته الجديدة التي حاول أن يعبر فيها عن مشاعره تجاه ضحاياها من الأبرياء. ابنته كاجي ذات السنوات العشر تؤدي الأغنية تجاوبا مع أطفال غزة وتعاطفا مع من سقط من ضحايا منهم. نرى أطفال غزة مذبوحين أو جرحى ولا أحد يفعل ذلك بالأطفال غير صهاينة. الفن رسالة أراد من خلالها الفنان الكردي هاوتا أسعد أن يعبر عن موقفه من محنة أهالي غزة ويقول لهم مهما طال ليل المحنة فلابد من نهار المنحة. هاوتا أسعد يعرف هنا في أربيل بالفنان غير المرغوب فيه سياسيا وحزبيا، فهو الذي لم يتخذ من الفن وسيلة لمدح سلطة أو حزب، إلا أنه في أغنيته غزة الصامدة يشيد بأطفال غزة وبرجالها وتاريخها وصمودها، ويؤكد لها بأن ملامح النصر تتشكل خلف سحب دخان الحرب وعبر دماء ضحاياها. نحن الأكراد لنا أمور مشتركة كثيرة مع الفلسطينيين، لذا أردت من خلال هذه الأغنية أن أقول إن قضية فلسطين هي قضيتنا. عندما يعجز الفنان عن فعل شيء تجاه ما يجري في غزة لا يرى أمامه إلا الكلمة والموسيقى وسيلة للتعبير عن مناصرته للمظلومين. أحمد الزاوية، الجزيرة، أربيل.